سورت کا چوتھا رکوع، اس پارے کا دوسرا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وقيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا يسيرا راكم موٹا پڑھیں گے نا بیٹے يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء لفظ ماد پورا کرو وأنزلنا من السماء ماء میم کے اوپر بھی مادہ ہے، دوسرے میم پہ بھی مادہ ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أنعاماً وأناسيا كثيراً ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفوراً ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً متعروف ہے، اور زال کے دائگے بھی صحیح کرو قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا